ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض كيكه جديده بمكون جديد. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا حطينا فيها ايه. خليكم معايا. مكونات الكيكه عندي سهله جدا وبسيطه، معايا 3 ثمرات من الموز. كتير بيبقى عندنا موز والولاد مش بيرضوا ياكلوه، ممكن يعمل شوية دبان كده صغنن، فاحنا هنستغنى عن القصة دي خالص وهندخل الموز في كيك حلو. معي هنا 1 كوباية ربع من السكر، 1/3 كوباية من الزيت، و1/4 كوباية من حليب جوز الهند. معي هنا في البولة دي حطيت 1.5 كوباية من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من القرفة، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. وهخلط المكونات الجافة كويس جدا. 1.5 كوباية دقيق، معلقة صغيرة قرفة، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ورشة ملح. هركن المكونات الجافة كده على جنب وابتدي ان انا اهرس الموز، ممكن بالشوكة او ممكن بهرسة البطاطس. انا ههرس الموز وارجع لكم. هرست الموز اهو زي ما انتم شايفين، بيتهرس معانا بكل سهولة سواء بالشوكة او بهرسة البطاطس. وهجيب بقى هنا الخلاط بتاعي وهحط فيه 1/3 كوباية من الزيت، وهحط فيه لبن جوز الهند، وكنا عملناه قبل كده كذا مرة مع بعض وعملنا بيه وصفات كتير حلوة جدا. ادي 3/4 كوباية، كمان هحط عليه 3/4 كوباية من السكر، سكر عادي مش سكر بودر. كمان هحط عليهم رشة من الفانيليا السايلة، 1/2 معلقة صغيرة. ادي 1/2 معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وهضرب المكونات السايلة دي في الخلاط كويس ونرجع مع بعض نكمل. تمام كده، السكر والزيت ولبن جوزة الهند والفانيليا ضربناهم في الخلاط، ونبتدي بقى نجمع الكيك بتاعنا. ادي المكونات السايلة والمكونات الجافة، نقلبها كده مع بعض. هبتدي انزل بالموز على الدقيق والقرفة والبيكنج باودر والملح، دول 3 ثمرات من الموز. كمان هبتدي انزل بالمكونات السايلة وننزل المقدار بتاعنا كله. كيك سهلة جدا، كنا عملنا مع بعض كذا نوع كيك في القناة هنا، اتمنى ان انتم تكونوا بتشوفوه. وابتدي بالشوكة ان انا اقلب المكونات دي لغاية ما الكيك بتاعنا يمتزج كويس. تمام كده، الخليط بتاع الكيك معانا امتزج مع بعضه، ونقلب كده ونجيب من تحت لفوق علشان ما يبقاش فيه اي تقطلات من الدقيق. ومعايا هنا صينية مدهونة بالزيت ومتبطنة بالدقيق، وهبتدي انزل عليها بخليط الكيك اللي احنا عملناه. وطبعا زي ما احنا عارفين الفرن بتاعنا متسخنة من قبل ما نشتغل ب10 دقايق. هنحط الكيك على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني، وما بنختبرهاش قبل 1/2 ساعة، يعني ندخل فيها كده خلة، ولو طلعت نظيفة تبقى تمام. لو لسه فيها شوية يعني عجين كده بنسيبها شوية. هدخل الكيك على درجة حرارة 180 زي ما قلت لكم، فرن مسبك يعني متسخنة من قبل كده، ونرجع نشوفها لما تستوي. كيكة الموز طلعت من الفرن، هنسيبها تبرد وبعدين نقطعها ونقدمها. وبكده نكون عملنا كيكة الموز بالقرفة، بجد جربوها ريحتها تحفة جدا، هتعجب الولاد. طبعا فيها قيمة غذائية عالية جدا. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع ويعجبكم وتجربوه. مستنية تعليقاتكم، مستنية تشجيعكم في الكومنتات. استنوني فيديو جديد. باي باي.